الذبابة لها 3000 عين. 3000 عين؟ 3000 عين. معقول؟ نعم، فين؟ أمامنا هنا. فين هذه؟ انظر، هذه عين واحدة، ولكن إذا كبرتها بالمجهر ترى أن فيها بحدود 1000 أو 1500 عين. كل هي نقطة معمول لها عين. كم عين كبيرة الأول عشان نقدر نشوفها؟ اثنين. يمين اللي هم ويسار. يمين ويسار. يمين ويسار. كل عين فيهم؟ فيها بحدود 1000 1500 عدسة. عدسة احترافية بزوايا مختلفة، يعني بدقة أعلى من هذه العدسات التي نستخدمها اليوم، أعلى بكثير. على مدار 3000 عدسة هذه تعطيها رؤية تقريبا 360 درجة. انظر، لذلك معظم الوجه ماذا؟ أعين. معظم وجهها أعين. هي تجمع 3000 صورة، ثم تدخل هذه الصور إلى دماغها، تركبها عبر برنامج مونتاج أشبه بمونتاج، 3000 كاميرا، ثم تتخذ القرار ماذا تفعل. هي بتفكر؟ طبعا، وأسرع إذا من عقل الإنسان. وتعقل؟ نعم، أسرع من الإنسان طبعا. هي تدرك 3000 لقطة وتحلل؟ وتحلل، بالإضافة وقت قد خلال أقل من 1/10 في الثانية يكون لها رد فعل. هي تحلل وتتخذ قرار وتطير خلال 1/10 من الثانية. أنت لا شيء تستطيع. جبار. ده ولا غرفة عمليات، سبحان الله. يعني تلتقط صورا في كافة الجهات، 3000 صورة تدخلها. نعم. على المخ، تفكر، تحلل، تاخد قرار. نعم. وتنفذ. وكل هذه العملية في 1/10 من الثانية. وده يفسر ليه لما نيجي نضرب بالايد بتطير. ما تعرفش. دي عندها كمان رادار، يعني وكانه بيلتقط. فهي ترى بالتصوير البطيء. انت عندما ترفع يدك لتضربها هي ترى بالتصوير البطيء جدا. هي مرتاحه تتخذ قرار وهي مرتاحه، لانك انت تضربها خلال ثانيه مثلا. تمام. هذه الثانيه بالنسبه لها اشبه بساعه بالنسبه لنا. يعني يدك تتحرك. يا الله يا الله. سبحان الله. ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره. أحسنت. انظر إلى السياق. أحسنت، زادك الله علما. سبحان الله. سبحان الله.